السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان. ما الراجح في أصل البربر؟ وما موطنهم الأصلي؟ وما أصل اللغة البربرية؟ وما خصائصها؟ ما الخصائص النحوية والصوتية للهجات قبائل الشرق الليبي؟ وما علاقتها باللغة العربية؟ سنناقش ذلك مشاهدينا الكرام في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية في شمال إفريقيا، الجزء الأول. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في شمال إفريقيا، الجزء الأول. نرحب بدءاً بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. حياكم الله، مرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا بضيفنا، سيكون معنا أيضا من ليبيا، الأستاذ الدكتور سليمان حسن زيدان، نرحب به، وأستاذ الأدب النقد بالجامعة الليبية، الأدب والنقد. ونرحب أيضا بضيفنا الآخر من ليبيا، سيكون معنا أيضا دكتور عماد خالد، الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية في جامعة عمر المختار. نبدأ منك يا دكتور حمدي، حدثنا أولا عن أصول البربر متفضلا. دكتور، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد. في الحقيقة عندما يعني بدأ الإسلام ينتشر ويدخل في بلاد مختلفة، كانت هذه البلاد بها أناس يعيشون ولهم لغتهم الخاصة ولهم دياناتهم الخاصة، ثم شرفهم الله عز وجل بالإسلام وباللغة العربية. من هذه الأقوام البربر الذين يعيشون في شمال إفريقيا. نعم، هؤلاء البربر تحدث عنهم المؤرخون حديثا مطولا في أصولهم، فمنهم من يقول إنهم كانوا يسكنون فلسطين، وكان ملكهم جالوت، فلما قتل داود جالوت أجلوا عن فلسطين واتجهوا ناحية الغرب، حيث انتهوا إلى لوبية ومراقية، يعني كانت تابعتين لمصر في ذاك الزمان من ناحية الغربية، وتفرقوا، وبقية القبائل الأخرى تفرقت في أماكن مختلفة. هذا قول يعني من هذا قول من المؤرخين الذين يقولون هذه الأقوال، البلاذوري يقول بعد سند مطول، يقول هم يزعمون أنهم ولد بر بن قيس، وما جعل الله لقيس ولدا يقال له بر، وإنما هم من الجبارين الذين قاتلهم داود عليه السلام، وكانت منازلهم على أيادي الدهر فلسطين، وهم أهل عمود، يعني خيام بدو، لم يكونوا أهل إقامة دائمة، من القوم الجبارين بحسب هذه الرواية يعني. نعم، بحسب هذه الرواية. وقال الطبري وغيره إن البربر أخلاط من كنعان والعماليق وغيرهم، فلما قتل داود جالوت تفرقوا في البلاد. وقال الكلبي اختلف الناس في من أخرج البربر من الشام، فقيل داود بالوحي، وقيل يوشع بن نون عليه السلام، وقيل إفريقش الحميري، وقال ابن حزم هو إفريقش ابن قيس ابن صيفي أخو الحارث الرائش منهم، وهو الذي ذهب بقبائل العرب إلى إفريقية وبه سميت. يعني إفريقش أصلهم من أين دكتور؟ من كله بهذا الرأي الأول من بلاد ما زلنا الشام. ما زلنا في الرأي الأول. نعم. الرأي الثاني يقول بأن البربر نشأوا بالمغرب وليسوا منقولين من مكان آخر. الرأي الثالث يقول أصلهم من اليمن من عرب حمير. نعم. الرأي الرابع يقول أصلهم من عرب الشمال من لخم وجذام، وأخرجهم منها بعض ملوك فارس. قال ابن خلدون وقيل إن البربر من ولد حام بن نوح بن بربر بن تملة بن مازيغ بن كنعان بن حام، وقال الصولي هم من ولد بربر بن كسلاجيم بن مصرايم بن حام، وقيل من العمالقة من بربر بن تملة بن مارب بن قاران بن عمر بن عملاق بن لاود ابن إرم ابن سام.
وعلى هذا القول فهم عمالقة. نعم، طبعا الأقوال مختلفة، ولذا قال مالك بن المرحل: البربر قبائل شتى من حمير ومضر والقبط والعمالقة وكنعان وقريش، تلاقوا بالشام ولغطوا، فسماهم أفريقش البربر لكثرة كلامهم. يعني هو نقل الأقوال ابن خلدون ثم رد بعضها، بعد ذلك السؤال الذي سيأتي سيفصل فيه ابن خلدون مع سيفصل فيه في في أصل البربر. طيب دكتور، نتحدث إذن عن الراجح في أصل البربر. ابن خلدون بعدما ذكر هذه المذاهب المختلفة يعني يقال في أصل البربر: واعلم أن هذه المذاهب كلها مرجوحة وبعيدة من الصواب. فأما القول بأنهم من ولد إبراهيم فبعيد، لأن داود الذي قتل جالوت وكان البربر معاصرين له ليس بينه وبين إسحاق ابن إبراهيم أخي نعشان الذي زعموا أنه أبو البربر إلا نحو 10 آباء، ويبعد أن تشعب النسل فيهم مثل هذا التشعب. نعم. وأما القول بأنهم من ولد جالوت أو العماليق وأنهم نقلوا من ديار الشام وانتقلوا، فقول ساقط يكاد يكون من أحاديث خرافة، إذ مثل هذه الأمة المشتملة على أمم وعوالم ملأت جانب الأرض لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر محصور. والبربر معروفون في بلادهم وأقاليمهم، متحيزون بشعارهم من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام. كل هذا كلام ابن خلدون، هو يرد ويفند هذه، وهو من البربر، وهو من البربر. نعم، حتى يكون المستمع الكريم على بينة، لأن حتى إذا ما قال قولا فهو أهل. وما ينقله من حجج هل تراها يعني وافية كافية لرد هذه المزاعم؟ الأمور التاريخية لا أستطيع أن أجزم بها، يعني صحيح. لأن أمور في التاريخ وفي التاريخ القديم لا تستطيع تبقى مختلفا. نعم، يعني فيها. الأمور من الممكن أن من ناحية اللغة والمقارنات والأمور المختلفة يقولون هذه اللغة يعني تدل على أن هؤلاء الأقوام كانوا من هذه البلدان. ولذا الذين قالوا بأن اللغة البربرية لغة سامية قالوا بأن أصل البربر من إما من اليمن من أهل حمير أو من بلاد الشام، سواء من هؤلاء أو من هؤلاء فهم ساميون أو عرب. وما داموا عربا فليسوا من أهل هذه المنطقة في الأصل، وإنما انتقلوا من شبه الجزيرة العربية. وموضوع الانتقال من مكان إلى آخر، طيب. هذا كان مشهورا في العصور السابقة. لنأخذ رأي الآن دكتور عماد، معنا الآن عبر الهاتف إذن دكتور عماد خالد، الأستاذ مساعد بقسم اللغة العربية في جامعة عمر المختار. مرحبا بكم دكتور عماد، لعل الأمور الآن بخير والاتصال جاهز. دكتور عماد مرحبا، اهلا وسهلا بكم دكتور عماد، حدثنا عن الراجح في اصل البربر باختصار لو سمحتم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، تحيه طيبه لك اخي نصير والضيوف الكرام والمشاهدين الفضلاء، تحيه مليئه الود والمحبه للشعب العراقي العظيم ولكل المشاهدين. طبعا الاشكاليه انهم لم يتفق المؤرخون والباحثون بخصوص الاصل الحقيقي للامازيغ الذين تركزون في شمال أفريقيا، فقد اختلفت آرائهم ورؤاهم في هذا الصدد، مما صعب قبول أي نظرية واحدة في هذا الأصل. لا نعرف نظرية واحدة تحتكم إلى قواعد سليمة، نظرية تاريخية أقصد، يمكن من خلالها بأصل الأمازيغ. فاختلفت النظريات كما ذكر الدكتور الذي تحدث عنها. يعني النظرية الأولى كما ذكر الدكتور أنهم جاءوا من المشرق بعد أن قتل داود جالوت، ثم انتقلوا من المشرق إلى مصر، ومنها انتشروا إلى في بلاد المغرب العربي. وهناك نظرية تقول أن الأمازيغ هم يعني سكان أصلاء للمغرب العربي. هناك نظرية ثالثة تتحدث عن أصلهم اليمني من عرب حمير، وهذا ما ذهب إليه الباحث الوافي النوحي الباحث الزائري
وقال ان ثقافتهم بما فيها حرف او حروف تتناق هي يعني ابتداء الثقافه المهريه اليمنيه، غير ان شمال افريقيا طبعا ينكرون هذه القضيه. وطبعا وقال ان حتى كذلك البناء والمعمار واللباس الامازيغي هو يمثل شيء من الامتداد للثقافه اليمنيه. وفي من قال ان اصلهم من الشمال، من عرب الشمال، من لخم وجذام اخرجهم ملوك فارس، وقيل انهم من البربر، وقيل انه ان البربر من ولد حامد بن نوح ابن بربر ابن تملة ابن نازيغ. طيب دكتور عماد، دكتور عماد، يعني انت الان اي الروايات تراها اقرب الى الاصل الصحيح لهم؟ الاقرب الى العقل والى السياق التاريخي والى المنطق والى يعني الشواهد الموجوده الان، ان الامازيغ جاءوا من اليمن. يعني من 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 حضاره كذا وكذا، وثم انتقلوا الى الشمال الافريقي واستقروا هناك. يعني من بني قحطان هم؟ الشواهد الثقافية نعم؟ من بني قحطان يعني؟ نعم. يمنيين من بني قحطان. واستقروا في شمال افريقيا. طيب دعنا ناخذ دكتور عماد. كما ذكرت ان الامازيغ في شمال لا يقرون هذه الحقيقة، لا لست ادري السبب يعني. نعم. طيب دعنا أخذ رأي الآن الأستاذ الدكتور سليمان حسن زيدان، أستاذ الأدب والنقد بالجامعة الليبية. مرحبا بكم أستاذ سليمان. نسأل عن أصل اللغة البربرية، فما رأيك في ذلك؟ مرحبا بك أخي الكريم، مرحبا بقناة الرافدين وبالمستمعين المحبين إن شاء الله تعالى. حياكم. حقيقة نحن في برنامج اللسان العرب ونسأل عن لغة البربر، وهذا شيء فيه مفارقة، ولكن أيضا البربر هم جنس بشري من الجماعات التي تنقلت من مكان إلى مكان. وهناك من رأى من العلماء العرب تحديدا أن وبعض العلماء الآخرين ومن هؤلاء العلماء ابن الكلبي والجرجاني وابن المسعود والمسعودي والطبري رأوا أن هؤلاء من قبائل صنهاجة وقتامة من حمير وهم من أصول يمنية والحضر، وقد انكر عليهم في مقدمته ابن خلدون هذا القول، ثم عاد اليه من جديد واشار الى انهم من قبائل قتامة وسنهاجة. انتقلوا وتنقلوا من مكان الى مكان، وايضا هناك قول وهو يعني اقرب ايضا للحقيقه ان غالب جند المسلمين في الاندلس كانوا من البربر، والدال على ذلك ان الطارق ابن زياد الذي هو من القادة الذين اتخذ بفتوحاتهم الإسلامية، والذي إلى الآن يطلق اسم مضيف طارق بهذا الاسم نسبة إلى طارق بن زياد، هو بربري. ولكن نحن نحتكم إلى معيار أساسي لدينا نحن، كوننا مسلمين أن نحتكم إلى لا فرق بين عربي وأعجمي إلا التقوى. أما مسألة اختلاف اللغات فهي اختلاف قائم من بدء الخليقة إلى الآن، من قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، لا ندري بماذا علمه، ولكن هناك من أقوال الراجحة بأنه علمه بالعربية، وهناك يقال أن الأصل العربية لغة أخوال إسماعيل إلى آخر هذه الأمور، ولكن لغة البربر هي لا لغة ثابتة لها، وهي لغة غير كتابية. طيب. هي لغة من جماع لهجات، لغة حتى هناك بعض البربر من كتبها ولكن باللاتينية، وهناك محاولات في كتابتها بالعربية، وهي جماع لهجات ليست كتابية. عفوا أستاذ سليمان، قبل أن نخرج إلى فاصل ديوان العرب، هل تتفق مع من أرجع أنه الأوليات يعني البربرية تعود إلى حدود الألف الخامس أو الألف الخامسة قبل الميلاد؟
هناك من يرى ذلك هي أقوال علماء، ولكن حتى العلماء نجد أن التضارب في أقوالهم هو أمر واضح وارد جدا. هناك من كما قال ضيفكم الكريم معكم في الأسلوبي بأنهم جاءوا من أصل من الشام من فلسطين ثم تنقلوا، وكانت المعركة المذكورة في القرآن التي قص الله سبحانه وتعالى بين جالوت وطالوت وإلى آخر هذه الأمور، انتقلوا من فترة إلى فترة. ولكن الأمازيغ اللي هم البربر هم يعودون إلى أمازيغ ابن كنعان ابن حامد ابن نوح. نعم. طيب سنفصل إذن مشاهدينا الكرام، فلنتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع الشاعر الليبي عبد المولى البغدادي نورسي ليبيا. عبد المولى البغدادي نورس ليبيا، أحد أبرز الشعراء الليبيين المعاصرين، ولد بطرابلس عام 38 و900 وألف، وتوفي بها سنة 20 و2000 عن عمر ناهز 82 عاما، متأثرا بإصابته بوباء كورونا. قال البغدادي في قصيدة عنوانها أشواق عربية مهاجرة إلى الحبشة، وهي إحدى قصائد ديوانه على جناح نورس: سلي جفونك يا سمراء ما فعلت بنازح غره في دربك السفر، صاد الجوانح في محراب غربته ما هزه الشوق إلا بات يستعير، أبحرت في موجك الفضي ليس معي إلا المشاعر أذكيها فتنهمر، ما للأقاحية السمراء واجمة مثلي تجمد في ألحاظها الكدر، هز الجذوع فلا الأغصان ذابلة ولا الأساور في كفيك تنصهر، إن الحضارة لا تمحى بزوبعة هوجاء أو يتعالى باسمها نفر، هي العروق التي تجري الدماء بها غضبا ولو دب في أطرافها الخدر، ما زال في الدوح شد من بلابلنا وفي الشفاه حديث ليس يندثر، يا من يعيد إلى الأغراب ما سكبوا من المدامع وليذهب بما ظفروا، هم الضحايا ولم يحفل بهم وطن تعشقوه ولم ينبض بهم خبر، الراكبون متون الريح في لهب من الصراع فما ارتدوا ولا كفروا، السابحون مع الأهوال في برك من الدماء فما ارتاعوا وما اندحروا، يا واحة في فجاج الأرض تغمرني ظلالها كلما لجت بي السعر، أحلى المغاني وأنداها وآنسها إلى الحيارة وإن عقوا وإن غدروا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: اللغة العربية في شمال إفريقيا الجزء الأول. دكتور حمدي، قبل أن نسأل عن أقسام بلاد المغرب عند العرب وعند غيرهم، الأستاذ دكتور سليمان يعني استغرب أو تعجب من أن البرنامج اسمه لسان العرب ونحن نتحدث عن البربر، فكيف تزيل هذا الإبهام؟ يعني عند دراسة اللغة العربية دراسة تاريخية لابد أن ندرس اللغة العربية قبل دخولها إلى المكان الذي دخلت فيه، ونعرف ما اللغات التي كانت تتكلم قبل دخول الإسلام ودخول اللغة وقبل الصراع اللغوي بين اللغة العربية واللغة المتكلمة في هذا المكان، وهل اللغة التي كانت تتكلم في القديم قبل دخول الإسلام وقبل دخول اللغة العربية كان لها أثرها في اللغة العربية أم ليس لها أثر في اللغة العربية؟ فهذه دراسة علمية بعيدة عن كل الأمور التي من الممكن أن يتصورها أو أن يتخيلها المشاهد الكريم. وأيضا ورد في كتاب المهذب فيما في القرآن الكريم من المعرب للسيوطي وفي إتقانه كذلك، وفي فنون الأفنان لابن الجوزي وفي غير ذلك والبرهان للزركشي، وردت فيه بعض الألفاظ التي ينسبونها إلى أهل المغرب وإلى أهل الغرب وإلى البربر، فكان لابد من دراسة
هذه الأمور وما نعنيه باللغة البربرية، اللغة القديمة التي كانت تتكلم في هذا المكان، وهل كان لها أثر بالفعل في اللغة العربية أم ليس لها أثر، وهل بالفعل فيها ألفاظ في القرآن الكريم من اللغة البربرية كما ذكر السيوطي وغيره أم ليس فيها، هذا هو المقصود. والعنوان هو اللغة العربية في شمال أفريقيا، يعني سنتحدث عن اللهجات المتحدثة في ليبيا، ويعني ما له أصل فصيح في العامية. نعم بلهجات نعم عربية، يعني ليست بربرية. نعم ليس المقصود بالدعوة إلى يعني إحلال لهجة محلية محل لغة القرآن والسنة التي يدين بها أهل المغرب العربي أدناه وأوساطه وأقصاه. من هنا بدقيقة واحدة لو سمحت دكتور، حدثنا عن أقسام بلاد المغرب عند العرب وعند غيرهم. يعني الآن التقسيم الآن عندنا المغرب الأدنى يشمل ليبيا وتونس، المغرب الأوسط الجزائر، المغرب الأقصى، المغرب وموريتانيا. في عهد السلاوي في المتوفى سنة 1350 من الهجرة يقول المغرب يشتمل على 3 ممالك: مملكة إفريقية وهي المغرب الأدنى، وقاعدتها في صدر الإسلام مدينة القيروان في تونس. في تونس نعم، وفي هذا العصر في عصره هو مدينة تونس. نعم. وسمي أدنى لأنه أقرب إلى بلاد العرب ودار الخلافة بالحجاز. ثم بعد إفريقيا مملكة المغرب الأوسط وقاعدتها تلمسان وجزائر بني مزغنة، لعل النطق الذي أنطقه يكون صوابا عند أهل هذه البلاد. نعم وطبعا وأهلها مسلمون. ثم بعد ذلك مملكة المغرب الأقصى، وسمي الأقصى لأنه أبعد الممالك الثلاث عن دار الخلافة في صدر الإسلام. وحد هذا الأقصى من جهة المغرب البحر المحيط، ومن جهة المشرق وادي ملويا مع جبال تازة، ومن جهة الشمال البحر الرومي البحر المتوسط، ومن جهة الجنوب جبل درن، هذا ما قاله ابن خلدون. طيب الفرنج طبعا لهم تقسيمات أخرى، لكن في هذا العصر في عصرنا الحالي يعني ليبيا وتونس يقولون المغرب الأدنى، الجزائر المغرب الأوسط، المملكة المغربية وموريتانيا يقول المغرب الأقصى. نعم. من هنا دكتور عماد، يعني ما خصائص اللغة البربرية؟ اللغة البربرية كأي لغة أخرى لها خصائص على مستوى الصرفي وعلى مستوى مثل ابتداء بساكن وتتابع السواكن، وهذا على خلاف اللغة العربية التي لا تبدأ بساكن كما نعرف. مثل ذلك كلمة تغرايت بمعنى الصلاة، وكلمة تمارت بمعنى الحية، وتوفايت بمعنى الشمس، وهكذا التي تتابع فيها السواكن أو تبدأ بساكن. فيها قد ينقلب الفعل اسماً وليس فعلاً، كذلك التأنيث فيها تكون في أول الاسم لا في آخره كما هو الحال في العربية، يعني غير واضح. قلت ينقلب الفعل إلى اسم وبالعكس يعني؟ ينقلب الفعل إلى اسم والاسم إلى فعل، ولكن لا تحضرني أمثلة للأسف. لهذا الأمر الثاني التأنيث فيها تكون في أول الاسم لا في آخره كما هو الحال في العربية، وقد يختم الاسم بتاء بتاء كذلك بتاء التأنيث. نعم. مثل كلمة مثل كلمة تمرد بمعنى بندقية. الأمر الثاني كثير يعني كثيرا ما تبدأ الأسماء الأمازيغية بالهمزة، مثل أجنى بمعنى السماء، يعني علامة التثنية كذلك فيها ليست حرفا كالعربية ألف اثنين عندنا مثلا، عندهم كلمة سن بمعنى اثنين، سن فتحت سن بمعنى اثنان يعني اثنين. نعم بمعنى نعم تتسمية اتري اللي هو النجم، تقول سن اتران، ومعناها اثنان من النجوم او نجمان. سن اثنان واتران نجمان، يعني المثنى تركيبي، المثنى ليس حرف ضاف في كلمة العربية، ولكن كلمة كاملة تضاف إلى كلمة أخرى لكي تعطيها دلالة أو دلالة التأنيث. الماضي عندهم يبتدي بالياء، والمضارع والأمر يبتديان بالهمزة، وقد يكون الأمر بغير همزة كما في العربية، مثل كلمة سو وتعني اشرب،
عدم وجود أدوات. أما التعريف أو السابقة للتعريف فهي مأخوذة من العربية. طبعا بطبيعة الحال في المعهد الملكي المغربي أشار إلى أن 20% إلى 30% من اللغة الأمازونية هي تأثيرات عربية. تأثيرات عربية، يعني العرب أو اللغة العربية أثرت كثيرا في الأمازيغية. النقطة الأخرى، علامة المذكر في اللغة الأمازيغية البدء بالهمزة، إما مفتوحة أو مكسورة مثل إي مثلا. وضمائر نوعان متصلة كلواحق في الأسماء أو الحروف أو الأفعال، ومستقلة باعتبار كل منها يكون منها فاعلا لفعل. طيب، هناك فرق في الصيغة في الضمير والضمير المتصل المباشر وغير المباشر. الجمع يشكل عن طريق داخلي أو خارجي. نعم، يعني الجمع هو إعادة صياغة للكلمة أو ترتيب الحروف حسب اللغة الأمازيغية، على عكس العربية التي الجمع يكون فيها إما جمع سالم يعني بإضافة واو ونون، أو جمع تكسير بإعادة. طيب دكتور عماد، نعم نكتفي بهذا القدر دكتور عماد. إذن دكتور سليمان، يعني حدثنا عن أبرز قواعد نحو البربرية، وهل هناك توافق مع نحو العربية؟ باختصار لو تفضلتم. إن شاء الله قبل أن أبدأ بهذا الفرق أو هذا التوضيح، لابد أن أرجع وأنبه إلى مسألة التفصيلات التي طرح سؤال حول هذا على ضيفكم الكريم الذي معكم في الاستوديو. تقسيمات المغرب العربي الأخيرة، أنا حقيقة لا أحب هذه التقسيمات ولا أؤيد ولا أشجع التكرار عليها والإصرار على ذكرها دائما، لأننا كنا الوطن العربي ثم أصبحنا بلاد الشام وبلاد القصيب والمشرق العربي والمغرب العربي، ثم أصبحنا المغرب العربي وشمال أفريقيا، ثم أصبحنا نجلجل هذه المراحل دول الخليج العربي ودول الهلال الخصيب ودول حوض النيل، والآن أصبحنا نجزئ المغرب العربي إلى بعض أزياء أو بعض الأزياء. أصبح واقع حال يعني. هذه أمور يجب أن نحن نتكلم عن مثلا عن قوم، هؤلاء القوم لهم من مكونات هذه اللغة، هذه اللغة التي نتحدث عنها لغة البربر، هي لغة قومي، يجب أن تحترم هذه اللغة، يجب أن تعرف هذه اللغة، لها قواعدها التي تطابق قواعد اللغة العربية في مسألة آلية التقعيد، لكن لها فروق في عملية الاستعمال. عندما نجد نحن في أبواب وفصول النحو عند البربر، نجد أن هناك تطابق وتقابل بين هذه الأبواب وهذه الفصول في المعنى وفي المراد، لكن في آلية الاستعمال على سبيل المثال مثلا نجد أن عند البربر يبدأ الاسم كما عند العربية يبدأ الاسم بالهمزة، ولكن هذا الاسم بالهمزة أيضا يبدأ مكسورا ويبدأ مضموما ويبدأ مفتوحا. على سبيل المثال اسم أركازو بمعنى الأمازيغية بمعنى الرجل. نعم. أركازو هي التي بدأت بهمزة مفتوحة، ونجد في إيقاق هي واحد بمعنى الرأس هي بكسر الهمزة، نجد أوشن بمعنى الذئب أو معناها الذئب بضم هذه الهمزة. نجد أن حتى عملية الجمع تختلف، هناك عملية تفكير وتأنيث ولكن تختلف عند العربية، نذكر مثلا أو نؤنث ربما بإضافة تاء مربوطة أو بإضافة مسمى آخر. عندنا في العربية الجمل مؤنث الجمل الناقة، بينما عند الأمازيغية الجمل هو ألغم. عندما نريد أن نقول الناقة نؤنث هذا الجمل، نضع الألغم هذه اللفظة بين تاءين، تاء في الأول قبل الهمزة وتاء في الأخير بعد الميم، ألغم بمعنى الناقة. إذا ألغم هو الناقة الجمل ذكر، وتلغم وهي الناقة. أيضا كلمة أمغار، كلمة أمغار بمعنى العجوز، عندما نريد أن نؤنث نضعها بين تاءين، تاء في الأول وتاء في الأخير تاء أمغار. هذه الأبواب هذه النحو هي موضوع لها جاء قبل أن تكون موضوع اللغة. حتى في بلاد المغرب، في دولة المغرب في الشمال الشرقي يتحدثون لغة لهجة تسمى لغة
تسمى تريفل. هذه ثلاث في دولة واحدة ثلاث لهجات فهناك أيضا حتى في اللغة العربية الموضع الواحد. على سبيل المثال في مصر مثلا الشمال والجنوب والجبل والبحر، نجد في ليبيا شمال وشرق كل لهجاته، لكن لا تتفاوت هذه اللهجات، بل تتقارب هذه اللهجات حتى بين الدول العربية العامة. على سبيل المثال نجد كلمة الآن، كلمة الآن نجدها مثلا في 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 دول الخليج دالحين، حسين نجدها مثلا في مصر حس بالوحدي، نجدها مثلا في ليبيا توا وهو التو بالوحدي بالوقت. هذه المقاربات هناك حتى ألفاظ غريبة مثلا وجدت في الجزائر كلمة الآن مسمى باركة، لا أعني أين الباركة، لكن هكذا تستعمل وجدت في خلال البحث. كل هذه اللهجات توافقها أيضا في البربرية لغة قوم تحترم. صحيح. إذن دكتور حمدي حدثنا باختصار لو تفضلتم عن الخصائص الصوتية للهجات الشرق الليبي وعلاقتها باللغة العربية. كما نعلم عندما نقول الشرق الليبي فهو قريب من مصر. نعم. يعني الشرق الليبي واحد سيوة وبرقة وكل هذه المناطق يسمى بالشرق الليبي أو اللهجات متقاربة جدا. يعني يقابله الغرب المصري؟ واحد سيوة؟ نعم. واحد سيوة هذه في مصر. في غرب مصر يعني. في غرب مصر نعم. هكذا. الشرق يعني الليبي يقابله الغرب المصري. يعني واحد سيوة عندنا عرب يتكلمون بلهجة قريبة جدا مما يتكلم به أهل برقة. الموضوع التقارب والأمور المختلفة زائد القبائل العربية التي كانت بعد الفتح الإسلامي. وطبعا الفتح الإسلامي في البداية لم يستقر في هذه المناطق إلى أن قيض الله عز وجل لهجرات كبيرة في القرنين الرابع والخامس الهجريين لقبائل بني هلال وبني سليم. هذه القبائل مع قبائل أخرى طبعا، لكن هاتان القبيلتان هما البارزتان، هاتان القبيلتان بهجراتهما إلى هذه المناطق واستقرارهما فيها جعلت من اللغة العربية لها كيانها ولها استقرارها، وإلا كانت صارت هذه المناطق كما صارت بلاد فارس. لأنه لا بد في اللغة كما يحدث صراع بين البشر يحدث صراع بين اللغات. صحيح. اللغة الأكثر حضارة تنتصر، لكن لابد من وجود عدد كبير جدا من المتكلمين بهذه اللغة حتى تستقر هذه اللغة في هذا المكان. صحيح. وإلا تضيع هذه اللغة كما الآن نجد في بلاد فارس وغيرها يتكلمون لا يتكلمون باللغة العربية، يتكلم بالفارسية الأردية وغير ذلك. لماذا؟ لأنه لم يستقر عدد كبير من المسلمين العرب في هذه المناطق حتى تصير اللغة العربية هي اللغة الأصلية في هذا المكان. نأتي إلى أبرز الخصائص. أبرز الخصائص طبعا موضوع الأمور الصوتية، الهمز طبعا، موضوع التسهيل الهمز والتحقيق الهمز معروف في العربية القديمة، تميم تحقق والحجاز تسهل، والمشهور في القبائل العرب في اللهجات الحديثة عامة تسهيل الهمز. يعني موجود التسهيل راس فاس كاس ذيب إلى آخره، سواء كان في وسط الكلمة أو في غيرها أو في الحذف أيضا. يعني بدل أعرج يقول لك عرج، عمى خرس عور طرش ضرم، كل هذا حذف للهمزة. الإبدال قد تبدل الهمزة واوا، يعني مثل بدل من أين يقول لك وين، وهذا موجود عندنا في مصر في بعض الأماكن يقول وين، في بعضها يقول فين. يعني حتى نحن في قريتنا نقول فين، والقرية التي بيجرونها تقول وين. تبعا للقبائل العربية التي سكنت في هذه المناطق. هذا إبدال الهمزة. في إبدال الهمزة. نعم. الجيم، في عندنا الجيم التي تشبه الشين كما في بلاد الشام، وأيضا وهي جيم قديمة. إبدال الجيم زاي، يعني بدل عجوز عزوز، زليز جليز، يعني جليز اللي هو بلاط يعني، إلى زوزها الجوزها، يعني نطق الجيم زاي. والإبدال بين الجيم والزاي
يعني ما ذكره أبو الطيب اللغوي في الإبدال، يقول مضى هجيع من الليل وهزيع من الليل، يعني قطعة منه، ويقال جاءنا بعد هجعة من الليل وبعد هزعة من الليل. إنه نظير إذن في القديم، الكتب الإبدال عندنا فيها كلام كثير، لكن الإبدال اللغوي المعتمد هو ما كان بين الحرفين تقارب، إما في المخرج أو الصفة. ما عدا ذلك يقولون من لهجتين مختلفتين، أو هما لكل واحدة من الكلمتين أصل. نكتفي بهذا القدر دكتور عماد، لو سمحت بأقل من دقيقة لأنه الوقت انتهى تقريبا. حدثنا باختصار يعني عن الخط البربري، أبرز سماته. الخط البربري طبعا هو يسمى تيبيناغ، ونسبة إلى فينيق أو فينيقيا. طبيعة الحال يعني بأن اللغة البربرية أصولها فينيقية كنعانية، يعني عندما وجدوا كما يقول أحد البحاث، عندما وجدوا الخرب إلى لغتهم وبسبب التواصل العرقي بينهم وبين الفينيق تأثروا بهذه اللغة الفينيقية. يقول عز الدين المناصرة مثلا أن اللغة الأمازيغية هي فينيقية الأصل وكنعانية النشأة وعربية الجذور. وجدير باللغة اللغة وجدير بالذكر أن اللغة الأمازيغية متعددة اللهجات وهي قابلة التطوير كغيرها من اللغات كاللغة العربية، وأنها لغة الأصل فيها كنعانية قرطاجية وهي ليست لغة غزال كما يذهب الكثيرون. طبعا اللغة الأمازيغية تكتب، كانت قديما تكتب من الأعلى إلى الأسفل، ثم تطورت وأصبحت تكتب من جميع الجهات من الأعلى إلى الأسفل من الشمال، إلى أن جاء الطوارق في القرن التاسع الهجري وكتبوا اللغة كاللغة العربية. يعني من المعلوم أن الأمازيغية عبارة عن حروف صامتة، كان عددها في البداية 16 حرفا صامتا، صارت بعد ذلك 23 حرفا في عهد المملكة المازيغية. ثم هل وصلت آثار دكتور عماد، هل وصلتنا آثار أو نقوش من الخط؟ طبعا لدينا من النقوش التي نقشت على الصخور وفي شواهد القبور أكثر من 1000 نص محفوظ الآن، يعني وقابل للترجمة وقابل لإعادة الكتابة بغير اللغة الأمازيغية. طيب دكتور عماد أعتذر منك وأختم بدقيقة. إضافة بسيطة، تفضل. وجهة نظري أن الامتداد الجغرافي للأمازيغ من سيوة شرقا إلى الأطلس غربا، كل من يسكن الآن في هذه المنطقة الأغلب، يعني ليس كل الأغلب، إما أمازيغي ومحتفظ في ثقافته ولغته إلى الآن، أو أنه قبائل أمازيغية استعربت. هذا وجهة نظري، والشواهد كثيرة لا مجال لذكرها الآن. نعم. طيب في سؤال أخير بأقل من دقيقة أستاذ سليمان، حدثنا عن الخصائص العامة للهجة اللهجة الليبية المعاصرة، ولا سيما وأنت من برقة على ما أظن، يعني لهجة برقة وعلاقتها بعلاقتها باللغة العربية الفصحى، تفضل. إجابة هذا السؤال تحتاج إلى ساعة صحيح، يعني ملمح. أستاذي الفاضل، حقيقة يعني نبدأ من الرحالة العبدري في القرن السادس عشر، زار ليبيا وتوقف في طرابلس وتوقف في برقة، وقال إن أهل برقة يعربون. لم يقل ذلك من فراغ، لأنه سمع مرة بأطفال فقال لهم الطفل: يا حجاج أمعكم شيء تبعونه؟ فقال: لقد أثبت سنون وهي علامة الرفع في فعل يبيع من الأفعال الخمسة، وسكن الحال إنها على الوقف. ومر بامرأة تطبع رجلا في يده طعام، تقول له: أعطيني من هذا الطعام، فقال لها: والله لا تذوقينه. أيضا أثبت النون وسكن الحاء. أيضا مر غلام، مر قوم الحجاج بغلام فقال لهم: من يشتري الصفيف؟ تبتغون صفيفا؟ فقالوا:
هذا الصفيح قد ورد في ذكره مالك الموطئ عندما قال الصفيح هو القديم، وعندما قال عند أتشترون صفيفا القوم قال الذي يتحدث هو العبدري قال إن القوم لم يفهموا عليه هذا القول، فقلت له أمعك اللحم فأخرج لنا الديد الربي. وأيضا اللغة العربية هناك أيضا من غريب وضعها، فيها حديث حدث به فيه ما حدث به عوى ابن الزبير وقد رواه عن خالته السيدة عائشة رضي الله ورضي عنها قالت لقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. والشاهد هنا في كلمة تظهر هذه اللفظة بمعنى تخرج، واللهجة أظهر خارج البيت وانظر من الذي أتى، هكذا يقولون أظهر بمعنى أخرج. كل هذه الألفاظ أيضا هناك استخدام في اللهجة حتى في المسميات. نعم المسميات بالطبع. عندما مثل سميات الضال يقول مثلا شاخ اللي هي النعجة طوقة وهي التي في يلف وجهها بياض. نعم. ويقولون غرة وهي التي وجهها أبيض. نعم. والمسميات كثيرة لها أصل بسيط. نعم دكتور، باب التصغير. نعم. باب التصغير يقولون عن نعناع عينيه. هناك أيضا في شرق ليبيا لغة خاصة بالرجل. إذن دكتور نكتفي بهذا القدر في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع. نشكر ضيفنا عبر سكايب من ليبيا الأستاذ دكتور سليمان حسن زيدان أستاذ الأدب والنقد بالجامعة الليبية، شكرا جزيلا لكم. ونشكر أيضا ضيفنا عبر سكايب من ليبيا الدكتور عماد خالد الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية في جامعة عمر المختار. أما الآن مشاهدينا قبل البيان القرآني نبقى مع وقفة قصيرة وفقرة من الذاكرة عنوانها الفصيح والعامي. والآن وقد اشترينا منك هذه الحقيبة أو قل العايبة. نعم. فماذا لديك بعد لنشتريه؟ عندي عندي هذا الشيء، انظره ما أجمله. ما لك لا تجرؤ على تسمية هذا الشيء؟ أخاف من هذا. هذا الشيء يطلق عليه العامة كلمة شنطة اليد، والفصيح أنها مثبنة. مثبنة؟ نعم. هيا قولوا معي مثبنة. 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 مثبنة المثبنة. مثبنة المثبنة. مثبنة المثبنة. مثبنة المثبنة. إذن أرجوك يا سيدتي أن تشتري مني هذه المثبنة. والصواب أن تشتري من غير فتح الياء لأنه منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ولكني لسوء حظك لا أملك نقودا الآن. حلها يا سيدي. بسيطة، إن كنت لا تحملين أوراق عملة فانقديه الثمن قطة. الصواب انقديه بضم القاف. ألا تحملين دفتر قطوط مثل هذا؟ لا. يقولون فلان كتب إيصالا أو كمبيالة، والفصيح أن يقال كتب صكا وجمعه صكوك، ويقال كتب قطة والقط هو الصك. جاء في التنزيل الحكيم عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وهذا الأراغول يا سيدي ماذا أسميه؟ سميه مزمارا أو صلبوبة. صلبوب؟ أجل، مزمار أو صلبوب. ليتك عزفت لنا لحنا على هذا المزمار أو الصلبوب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين. قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني عنوان هذا الأسبوع اللغات في القرآن الكريم الجزء الثالث.
إذن مشاهدينا، فيما تبقى من وقت في هذه الحلقة نأخذ طائفة من الآيات في البيان القرآني. نبدأ من قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين في الحشر. السؤال هنا دكتور، ما معنى لينة وما لغتها أيضا؟ نعم، يذكر السيوطي عن مصادره بأن اللينة هي النخلة، وقال الكلبي: لا أعلمها إلا بلسان يهود يثرب. وبالرجوع إلى كتب الغريب وكتب التفسير يتضح أن كلمة لينة كلمة عربية فصيحة. وليست، نعم، يعني أقرب للنخلة. نعم، هي نخلة، هي مرادفة للنخلة. مرادفة. نعم. أيضا مشاهدينا الكرام، من ذلك في قوله تعالى في سورة المطففين: كتاب مرقوم، وردت في آيتين من المطففين. السؤال هنا: ما معنى مرقوم وما لغتها؟ يذكر السيوطي أيضا بأن مرقوم مكتوب بلسان العبرية، والراء والقاف والميم جذر لغوي موجود في معاجمنا العربية، والكلمة رقم يرقم رقما إلى آخره من الأمور، فهي عربية فصيحة، وإن وجدت في العبرية فهي من المشترك السامي. من المشترك السامي، جميل. نعم. أيضا مشاهدينا الكرام، في قوله تعالى في سورة الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هدنا دكتور، ما أصلها، ما لغتها؟ نعم، يذكر السيوطي عن مصادره بأن هدنا تبنى بالعبرانية، وبالرجوع إلى المعاجم العربية نجد هذا يهود هودا تاب ورجع إلى الحق فهو هائد، وقوم هود مثل حائل وحول وبازل وبزل إلى آخره من الكلام، فهي عربية وليست عبرية. عربية. نعم. أيضا مشاهدينا الكرام، من ذلك في سورة الفرقان قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الهون دكتور، ما معناه؟ السيوطي يذكر عن مصادره بأن هونا معناه حلما بالسريانية إلى آخره، ومنهم من قال هونا أيضا الضحك قال هونا سريانية، لكن بالرجوع إلى المصادر العربية من المعجمات وغيرها تبين أن هونا عربية بمعنى السكينة والوقار، فلان يمشي على الأرض هونا، والهون السكينة والوقار والرفق إلى آخره. ومنه الحديث: كان يمشي هونا أي برفق ولين وتثبت. وابن فارس يقول: الهاء والواو والنون أصيل يدل على سكون أو سكينة أو ذل، من ذلك الهون السكينة والوقار. قال تعالى: يمشون على الأرض هونا، فهي عربية. في آخر آية أيضا في قوله تعالى في سورة الأحزاب: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هنا نسأل دكتور عن الجاهلية الأولى، ما أصلها وما لغتها؟ يعني الأولى والآخرة، من الملة الآخرة يعني. قالوا بأن الأولى والآخرة، الأولى تأتي بمعنى الآخرة والآخرة تأتي بمعنى الأولى في اللغة القبطية. وفي الحقيقة لا يوجد في القرآن الكريم أي كلمة باللغة القبطية، لأنها كانت لغة شعب. صحيح. ولم تكن لغة حضارة ولغة كتابة ولغة إدارة، وما ورد من ذلك فهو عربي فصيح. الأولى بمعنى الأولى وضدها الآخرة موجود وفي في كتبنا المعاجم والتفسير وكتب الغريب وغيرها. إذن في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. شكرا جزيلا لكم أستاذنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذن نلقاكم الأسبوع المقبل مشاهدينا الكرام إن شاء الله تعالى، وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه.